فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تفطير الصائم، لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطر، فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. واختلف العلماء في معنى قوله من فطر صائما، فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة، وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله، وربما يستغني به عن السحور. ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان إذا فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم،